لو بختصر سر نجاحي كمدير أو حب الموظفين لي، ممكن أختصره في وصف أو كلمة، بختصره بالدعابة. قلة هم المحظوظون الذين لديهم مدير رائع. إيش؟ هذا أنا من يوم رايح، لا أسمع لا أشم لا أتكلم. يبغالي أرتب المكتب، والله ما المكتب اللي يبغالي ترتيب، الموظفين. أول يوم لي بدهم بيطردوا الناس من الشركة، تخيل اسم إيش اسم الشركة؟ شركة طرد خدمات بريدية. اسمها طرد. باقي تجيب أكل من طبخ أمك، قلت لها كنت العيلة تعزمونا. أمي متوفية. هذا نقدر نسميه إدارة الأزمات. الحفلات احنا ما عندنا شغل، احنا ننشغل. المسلسل العالمي The Office. قال لي واحد كذا قابلني قال لي انت رجل دعوب. في نسخته العربية الأولى المكتب 28 من أكتوبر حصريا على شاهد. I can see you working. احصل على عرض بدل الشهر 3 عند اشتراكك بشاهد.